أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من
وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. اللهم ارحمنا.